شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عورك صيني نشتب بالحبر عورك صيني يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطيني. اليوم بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على إثر الجريمة النكراء اللي صارت البارح واستهدفت مدنيين عزل في مستشفى فلسطيني في قطاع غزة رحم الله الشهداء. ونستنكر الجريمة هذه بأشد العبارات اللي ما عدنا حتى حل آخر غير أن نعمل وقفة تضامنية. وكان نجموا أكثر من هكا, نجموا نعم مستعدين نقدموا كل التضحيات في سبيل الشعب الفلسطيني اللي هم منا وإلينا. اليوم قمنا بوقفة احتجاجية تضامنا مع أخواتنا في فلسطين وتضامن مع زملائنا اللي تم قصفهم قصف وحشي البارح. حابين نتضامنوا معاهم ونعملوا وقفة احتجاجية. هذا أضعف الإيمان كيفاش نجموا نساهموا نحن مع إخوتنا في فلسطين ضد العدوان الصهيوني الغاشم. ربي ينصرهم وربي يكون معاهم ونحن معاهم بالقلب وبالدعاء, وهذه أقل حاجة نجمو نعملوها. اليوم وقفة تضامنية, احنا ديما منضامنين وهذا دأب الشعب التونسي. البارح اللي صار أكثر من مجزرة أول مرة يصير, أنا ما الحقيقة أثارنا الناس الكل في نتفكر ونراوك المشاهد الغير إنسانية وإحنا ما نستغربوش الشيء هذا من الصهاينة. نحب نشكر الشعب التونسي والسياسة متاعه, ونحب نقول اللي أثبت الشعب التونسي من خلال السيد الرئيس قيس سعيد أنه الكثرة اللي تغلب الشجاعة. الشجاعة ديما برهنا اللي شجاعة تغلب الكثرة. احنا بالشجاعة وبالقليب متاع التونسي دائما ما كان الموقف متاعنا رائد, واحنا ديما مع القضية الفلسطينية ومساعدين نتقاسموا معاهم القوة متاعنا ونمشي ونفديوهم. احنا كطاقم تمريض وكأطباء وككل أهل الصحة مساعدين نمشي وندوي أبنائنا وأخواتنا في غزة, وهذا أقل واجب نجم نقوم به معاهم. وإن شاء الله ربي ينصر الشهداء وبمشيئة الله النصر ساعة, وسيكون النصر لغزة ولكل فلسطينيين. عورك صيني يا فلسطيني اللي جرالك يا فلسطيني. الحياة فهم زهرة الحياة.